السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مهندس هشام أحمد، وهنبتدي درس جديد إن شاء الله في أول حلقات تعليم برنامج فوتوشوب. هنشتغل على فوتوشوب إصدار CS6. في نهاية الكورس إن شاء الله هنكون لمينا أكتر الأوامر بتاعة الفوتوشوب. التوتوريال دي هتكون لواحد ما اشتغلش على فوتوشوب خالص قبل كده، يعني محدش يقلق. تمام، في نهاية الكورس هنكون وصلنا لمستوى كويس جدا إن شاء الله في الفوتوشوب، وهنعرف نعدل الصور ونحط صور على صور، و هنوصل لمستوى كويس إن شاء الله، وبعد كده هنكمل كمان للمستوى الأدفانسد مع بعض إن شاء الله. تمام، طيب زي ما قلنا احنا هنشتغل فوتوشوب بسي اس 6، ودي كده الانترفيس بتاعته. تمام، بس الدرس الاولاني هنا هنبدا بس نظبط شويه اعدادات من جوه، علشان بعد كده ايه واحنا شغالين تفضل مظبطه معايا على طول ان شاء الله. تمام، طيب اول حاجه بس هخش على قائمه اديت، واخش على بريفرنس، واخش على قائمه جنرال. تمام، طيب اول ما ادخل على جنرال هنا عندي قائمه جنرال، اللي هيهمني فيها او الحاجات اللي انا عايز اعدلها. تمام، ان في هنا حاجة اسمها زوم ويز سكرول ويل. تمام، دي اول ما تفتح البرنامج عندك هتلاقيها مش متعلم عليها. تمام، انا عايز اعلم عليها، هنعلم عليها علشان استخدم العجلة بتاعت الماوس. تمام، لو انا عايز اكبر واصغر الصورة. تمام، يعني لو حد لو شغال على اي برنامج من برامج الرسم التانية، تمام، هتلاقوا ان السكرول دي مهمة جدا معايا، بكبر اعمل زوم ان وزوم اوت بالسكرول. طيب، فعشان كده انا حامل تشيك مارك عليها واقول له اوكي. طيب تعالوا كده نشوفوا فايدتها. لو قلت له فايل اوبن مثلا، وفتحت اي صورة عندي مثلا على الجهاز، لو فتحت مثلا الصورة دي كده، انا هستخدم بص السكرول اهو، ان انا عمال اكبر وايه واصغر، وبيكبر لي ويصغر لي في ايه في المكان اللي انا واقف فيه. يعني لو واقف هنا هيكبر لي ويصغر لي هنا، واقف هنا هيكبر لي ايه ويصغر لي هنا، وهكذا. يبقى ده كده فايدة الاختيار ده معايا، اللي انا بعمل زوم ان وزوم اوت بالسكرول بتاعت الماوس. طيب في حاجة تانية عندي، في حاجة تانية، لو قلت له قائمة edit ودخلت على preference تاني ودخلت على interface. تمام، اخش على general كده. general هنا مش هيهمني فيها غير ايه، zoom with scroll wheel. طيب لو دخلت على interface، الانترفيس دي هتهمني فيها ايه؟ لو حد كان فتح مثلا فوتوشوب سي اس 5 او الاصدارات اللي هي القديمة، هيلاقي مثلا ان الفوتوشوب اللون بتاعه لون جراي. تمام، الفوتوشوب سي اس 6 اللون بتاعه لون يعني مدي على بلاك شويه بالمنظر ده كده زي ما انتم شايفين. تمام، طب انا لو عايز ارجع للسيم القديم او عايز ارجع للون القديم بتاعي، فبتك على الجراي هنا كده واقول له اوكي. كده انا رجعت للون الجراي او اللون اللي هو زي سي اس 5. تمام، بس صراحه يعني انا شايف اللي هو البلاك احسن. تمام، بيوضح لي حاجات كتير. تمام، فانا هعمل لون بلاك كده وارجعه الديفولت بتاعه واقول له ايه، واقول له اوكي. تمام، طيب اخش على بريفرنس تاني، انترفيس. طيب في حاجه هنا في الفايل هاندلنج. طيب احنا كده خدنا المهم من الجنرال اللي هو زوم ويز سكرول ويل، المهم في الانترفيس اللي هو الشكل بتاعي او السيم بتاعي هيبقى عامل ازاي. تمام، المهم في الفايل هاندلنج اللي هي الاوتوماتيك سيف ريكفري انترفورميشن افري 10 minutes. تمام، يعني هو هنا بيعمل اوتوماتيك سيف بعد 10 دقايق، يعني كل 10 دقايق يعمل سيف، كل 10 دقايق يعمل اوتوماتيك سيف. طبعا انا هقللها واخليها 5 minutes. ليه؟ علشان انا لو شغال في مشروع كبير ولا حاجه، ما يعني ايه لو حصل مثلا الكهرباء قطعت فجاه او اي حاجه حصلت في الجهاز، تمام، يبقى انا كده مامن نفسي ان كل 5 دقايق ايه كنت بعمل سيف اوتوماتيك في البرنامج. تمام، من غير ما انا اعمله، يعني البرنامج يعمل اوتوماتيك. وطبعا علشان ايه يعني ما اقعدش اعيد الحاجات من اول وجديد. في ناس عايزه بقى تعملها 10 دقايق 15 ساعه وات ايفر زي انتوا عايزين، انا اعملها 5 علشان ايه ابقى مامن نفسي. تمام، ده كده اللي هيهمني في قائمه ايه الفايل هاندلنج منيو. تمام، طب قائمه البرفورمانس، البرفورمانس هنا يهمني الحته بتاعت الرامه دي، انا هستخدم الرامه بتاعتي قد ايه. طيب هنا بقى عندنا ايه، لو مثلا الرام عندك بتاعت الكمبيوتر او بتاعت اللابتوب 1 او 2 جيجا، تمام، خلي هنا ان الفوتوشوب بيستخدم 60% بس من الرام. تمام، علشان البرنامج ميهنكش معاك. طيب لو بتستخدم رام اعلى من 2، بتستخدم 4 8 32 وصفر زي ما انت بتستخدم، خليها مثلا على 80. يعني انا مثلا مستخدم رام 4 جيجا، هخلي مثلا هنا كده على 80%. تمام، يعني مثلا كده في حدود 80%. تمام، ليه؟ علشان يبقى البرنامج سموس معايا ويبقى سريع معايا بطريقه كويسه يعني. تمام، وما يهنكش معايا. تمام،
فانا كده هخليها هنا 80 وهقول له اوكي على كده. تمام، طيب ده كده اللي كان بيهمني في قائمة الفايل هاند البرفورمانس. طب هيهمني ايه تاني؟ انا خلاص الجنرال انترفيس فايل هاندلنج بيرفورمانس، هيهمني في اخر حاجة بس هنا قائمة البلاجين. تمام، بلاجين هنا مش هتلاقوا معمول تشيك مارك على الفلتر. الفلتر دي اللي الفوتوشوب بيبقى فيه مجموعة من الفلاتر كتير قوي، هنفهم يعني ايه بعد كده فلاتر، بس اللي يهمني دلوقتي ان احنا هنعمل تشيك مارك على شو اول فلتر جاليري جروبز اند نيمز. تمام، هعمل تشيك مارك عليها وهقول له اوكي. تمام، يهمني ان انتوا تعملوها دي، هتلاقوا قائمة فلتر موجودة من فوق في كل حاجة، يعني كل جروب معمول بالحاجات اللي تحتيه. تمام، هنفهم بعد كده يعني ايه قائمة فلتر، هنفهم بعد كده يعني ازاي هنستخدمها، وهنلاقيها من اقوى القوائم اللي عندنا في البرنامج. تمام، طيب ده كده كان الدرس بتاعنا الاولاني، عرفنا بس نظبط شوية اعدادات في البرنامج. دلوقتي انا لو قفلت البرنامج كده وفتحته تاني اهو، هنلاقي نفس الاعدادات اللي انا كنت عاملها خلاص هي اتسجلت فيه. يعني قلت له edit performance general، هنلاقي ان هنا في general معمول تشيك مارك على زوم، هنا في الانترفيرنس معمول على البلاك، الفايل هاندلنج معمول 5 دقايق، البرفورمانس على 80%، البلوجن معمول تشيك مارك هنا. تمام، يبقى كله يتأكد ان كل الحاجات دي معمولة معاه. ده كده كان الدرس الاولاني معانا. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك ليرن فوتوشوب بارابيك، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشة. نشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.